بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 158. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. العتق هو تحرير العبيد المملوكين بأن يرفع عنهم الرق ويصبحون أحرارا. والرق كما عرفه العلماء هو عبودية، هو عبودية سببها الكفر، سببها الكفر. وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وانتصروا عليهم فإنهم لا يقتلون النساء ولا يقتلون الأطفال، وإنما يملكونهم، يملكون النساء ويملكون أطفال الكفار فيصبحون أرقا، يصبحون أرقا، ولا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، لا يرتفع عنهم الرق إلا الرق إلا بالعتق. إذا اعتقهم من يملكهم فإنهم يعتقون. والعتق فيه فضل عظيم وثواب كبير يرغب فيه الله جل وعلا، تحرير رقبة، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رغب في العتق، فهو من أفضل الأعمال. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة، فكها من الرق. ففيه فضل عظيم يعتق الله به عبده من النار كما أعتق المملوك من الكفر، كما أعتق المملوك من الرق. يعتقه الله من النار كما أعتق مملوكه من الرق، فهو مرغب فيه، فيه ثواب عظيم. نعم. كتاب العتق، باب الحث عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحث عليه يعني الترغيب فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. هذا جزاء من اعتق مملوكه، أن الله يعتقه من النار، فيشمل ذلك كل أعضائه، يعتقها الله من النار كما اعتق مملوكه من الرق والعبودية. نعم. وعن سالم ابن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى
كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرأ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضوا منه. رواه الترمذي وصححه. وهذا فيه الترغيب في عتق المماليك رجالا كانوا أو نساء، فيعتق بالذكر يعتق به من النار من اعتقه ووهبه الحرية، كل عضو من المملوك إذا اعتقه يعتق الله كل عضو من معتقه من النار. هذا فيه فضل عظيم وحث عظيم. وكذلك إذا اعتق الإناث المملوكات، فإذا اعتق اثنتين امرأتين فهو كمن اعتق ذكرا على النصف. نعم. ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة ابن كعب السلمي، وزاد فيه: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. نعم. كذلك المرأة إذا اعتقت مملوكتها وهبتها الحرية اعتقها الله من النار بكل عضو من المعتقة، يعتق الله عضوا من المعتقة من النار. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. نعم. محل الشاهد ثواب الرقاب المعتقة من الرق. أيها أفضل؟ أي الرقاب المعتقة أفضل وأكثر ثوابا؟ قال: أنفسها عند أهله، إن إذا كانت المملوكة نفيسة ولها قيمة كثيرة فإن هذا أفضل من اعتاق التي ثمنها قليل. نعم. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي كان يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليهما. نعم. ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت مملوكة لها، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لو أنك وهبتيها لخدمة أقاربك كان ذلك أفضل من العتق. هذا يدل على أن من وهب قريبه مملوكا أو مملوكة له ليخدمه إذا احتاج إلى الخدمة لكبر سنه أو لمرضه ففي ذلك فضل عظيم أفضل من العتق. نعم. وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها. اي نعم. كونها اعتقت مملوكتها بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنها إذا كان لها مال وتصدقت منه
فإنه لا حاجة إلى أن تستأذن زوجها في التصدق من مالها. نعم. وأن صلة الرحم أفضل من العتق. وأن صلة الرحم أفضل من العتق، مسألة عظيمة. صلة الرحم فيها أجر عظيم أفضل من أجر العتق، ففيها الحث على صلة الأرحام. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من خير. متفق عليه. حكيم بن حزام من أشراف قريش رضي الله عنه، قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. دل هذا على أن من فعل الخير وهو كافر، فعل الخير وهو كافر ثم أسلم، أن الله يكتب له ما فعله في حال كفره من الأجر إذا أسلم، وقد فعل خيرا قبل أن يسلم من الصدقات وصلة الأرحام وغير ذلك، فإن الله يكتب له الأجر الذي بذله وهو كافر فأسلم عليه. نعم. يا رسول الله، رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. أتحنث بها يعني يتعبد، أتعبد بها في الجاهلية. نعم، في الكفر يعني. من صدقة وعتاقة وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من خير. متفق عليه. نعم، فهذا فيه دليل على أن الكافر إذا بذل الخير في حال كفره ثم أسلم، فإن الله يكتب له ما صدر منه في حال كفره ويأجره عليه. نعم. وقد احتج به على أن الحربية ينفذ عتقه. احتج بهذا الحديث على أن الحربية يعني الكافر، الكافر المحارب، أنه إذا اعتق في حال كفره فإنه ينفذ عتقه، ينفذ عتقه، وأن هذا ليس خاصا بالمسلم. نعم. وقد احتج به على أن الحربي ينفذ عتقه، ومتى نفذ فله ولاؤه بالخير. فله ولاؤه بالخير. نعم، الولاء يعني الإرث بالولاء، أنه يرثه. إذا لم يكن له وارث بالنسب فإن الولاء يورث به، قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يورث ولا يباع. فإذا اعتق الكافر عبده فإنه يرثه بالولاء. نعم. باب من اعتق عبدا وشرط عليه خدمة. نعم. عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: اعتقتني أم سلمة رضي الله عنها وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. رواه أحمد وابن ماجه، وفي لفظ: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: لو لم تشترطي علي
ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي. رواه أبو داود. نعم، هذا فيه أن مالك العبد إذا اعتقه وشرط خدمته له أو لغيره أن ذلك يصح. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. نعم، العتق قد يكون بغير اختيار المالك، قد يكون بغير اختيار المالك، كما إذا ملك قريبا له من أقاربه في النسب كأخيه الكافر أو قريبه في النسب فإن ولاءه له، يعني ميراثه له، إذا لم يكن له وارث بفرض ولا تعصيب ولا رحم. هذا كما قال الناظم في أسباب الإرث: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ذكر الولاء يعني العتق، فالمعتق يرث عتيقه بالولاء إذا لم يكن له وارث بفرض أو تعصيب، نعم، أو رحم. نعم. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه الجماعة إلا البخاري. إذا ملك قريبه، إذا ملك قريبه فإنه يعتق عليه إجبارا بدون اختياره، ولا يسترق قريبه. كان ملك أخاه أو ملك قريبا له فإنه بمجرد ما يملكه يعتق عليه. نعم. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه الجماعة إلا البخاري. إذا وجده مملوكا فاشتراه فإنه يعتق عليه، يعتق عليه قريبه، وهذا عتق إجباري، ولكن يؤجر عليه مع هذا. نعم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا الدليل، من ملك ذا محرم حر. نعم. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم، يعني بينهما حرمة، حرمة النكاح، فهو حر يعتق عليه، ولكن مع هذا له أجر وإن كان يعتق عليه إجبارا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة إلا النسائي، وفي لفظ لأحمد: فهو عتيق. نعم. ولأبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا مثل حديث سمرة. نعم. وروى أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعونا منه درهما. رواه البخاري. أعيد الحديث. وروى أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن لنا
فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما. رواه البخاري، وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه، لأن العباس ذو رحم محرم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي رضي الله عنه. نعم، اقرأ شرح هذا الحديث. يقول قوله لابن أختنا، المراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب، فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرا بنت هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرا هي نتيلة نتيلة نعم فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرا بنت جنان بالجيم والنون، وليست من الأنصار، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم، لأنها سلمى بنت عمرو ابن أحيحة بمهملتين مصغرا، وهي من بني النجار. ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بني النجار، وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة، وبنو النجار هم أخوال جده عبد المطلب. ولقد استدل بحديث أنس هذا من قال إنه لا يعتق ذو الرحم على رحمه، وقد ترجم عليه البخاري فقال باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى؟ قال في الفتح قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد في من ملك ذا رحم محرم. انتهى. نعم، اللي بعده. باب أن من مثل بعبده عتق عليه. من أسباب العتق إذا مثل بعبده بأن عذبه قطع شيئا من أطرافه فإنه يعتق عليه إجبارا. نعم. باب أن من مثل بعبده عتق عليه، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص. نعم. أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. جدع أنفه يعني قطع أنفه، وجبه يعني قطع ذكره. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا التمثيل، قطع أنفه وقطع ذكره، مثل به. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ قال زنباع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. نعم، قال للغلام اذهب فأنت حر بسبب ما فعل بك سيدك من قطع أنفك وذكرك، فهذه مثلة محرمة، فعتق عليه بسبب ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ فقال مولى الله ورسوله، فأوصى به المسلمين. فلما قبض جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك. فأجراها عليه حتى قبض. فلما استخلف عمر جاءه فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أين تريد؟ قال مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلها. رواه أحمد. نعم، هذا دليل على أن نفقته على معتقه
فكما أنه يرثه لو مات فهو ينفق عليه إذا احتاج. نعم. وفي رواية أبي حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فطلب الرجل فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. رواه أبو داود وابن ماجه. وزاد قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم. وروي نعم على كل مسلم أن يساعدك على الحرية وعلى سيدك الذي مثل بك أن يساعدك عليه فتكون عتيقا. نعم. وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقلا حار فأحرق عجوزها فأعتقها عمر وأوجعه ضربا. نعم. أقعد مملوكته في ماء حار تعذيبا لها فأعتقها عمر وضرب الرجل على فعله بالمملوكة. نعم. فأعتقها عمر وأوجعه ضربا. حكاه أحمد في رواية ابن منصور قال وكذلك أقول. يقول أحمد وكذلك أقول، يعني بموجب هذا الأثر أن من مثل بمملوكه أنه يعتق عليه إجبارا. نعم. باب من أعتق شركا له في عبد. نعم. إذا كان العبد مشتركا بين أكثر من واحد، مملوكا لأكثر من واحد، فأعتق أحد الشركاء نصيبه فيه فإن العتق يسري على باقيه ويتحمل المعتق بقية القيمة للشركاء. نعم. وإذا لم يمكن أنه يؤخذ من معتق الجزء ثمن بقية الأجزاء، إذا لم يمكن فإن العبد يستسعى، يعني يطلب منه أن يكتسب حتى يسدد قيمته. يستسعى يعني يؤمر بأن يحترف ويحصل على أجور فيسدد بقية القيمة ويكون عتيقا. نعم. باب من أعتق شركا له في عبد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. رواه وإلا فقد عتق عليه ما عتق. إذا لم يمكن استسعاؤه ولم يكن لمعتق الجزء منه مال فإنه يكون مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق. هذا المبعض الذي ذكره أهل العلم. نعم. ذكروه في المواريث أنه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. وإلا فقد عتق عليه ما عتق. رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورق ما بقي. في رواية متفق عليها من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا نقص، ولا شطط يعني لا زيادة، بل تكون القيمة معتدلة. نعم.
قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكساء ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وفي رواية: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل ويعطى شركاءه حصصهم ويخلى سبيل المعتق، رواه البخاري. لأن العتق يسري، العتق يسري في بقية المملوك، فإن كان لمعتقه مال فإنه يدفع ثمن بقية شركائه فيه، وإن لم يكن له مال فإنه يعتق بعضه ويكون مبعضا. نعم. وفي رواية: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق، رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي من ماله، عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد، رواه مسلم وأبو داود. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع إلى الرسول. نعم. وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: ليس لله عز وجل شريك، رواه أحمد. وفي لفظ: هو حر كله ليس لله شريك، رواه أحمد ولأبي داود معناه. فيكون عبدا لله إذا عتق، يكون عبدا لله ولا يكون لله شريكا في عبده، فدل على أنه يقوم بقيته ويدفعها معتق جزئه، هذا إجبار عليه. نعم. وعن إسماعيل ابن أمية عن أبيه عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات، رواه أحمد. نعم، يعني هذا المبعض قال، فقالت: تعتق في عتقك وترق في رقك. أي نعم، يعني يعتق بعضك ويبقى البقية في الرق، هذا المبعض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا له من مملوك فعليه تخليصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، رواه الجماعة إلا النسائي. نعم، إذا كان الذي أعتق نصيبه منه ليس له مال فيعتق نصيب المعتق، ويؤمر العبد بأن يكتسب، يستسعى يعني يكتسب حتى يسدد بقية قيمته ويعتق كله. نعم.
باب التدبير. التدبير هو العتق بعد الموت دبر الحياة، العتق بعد الموت يعني دبر الحياة. فإذا كان له عبد فقال إذا مت فعبدي حر، هذا هو المدبر، فإذا مات فإنه يعتق. نعم. باب التدبير. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. متفق عليه. نعم. أعد الحديث. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر يعني بعد موته. نعم. فاحتاج فأخذه النبي. احتاج المدبر يعني السيد احتاج، فماذا كان؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ اي نعم، يباع المدبر، يباع إذا احتاج. إذا قال إذا مت فعبدي حر ثم احتاج السيد فإنه يباع، لأن العتق لم يحصل، معلق على الموت ولا مات، فيبقى رقيقا ويباع. نعم، يباع المدبر. نعم. فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. متفق عليه. وفي لفظ قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك وأنفق على عيالك. رواه النسائي. نعم، هذا دليل على جواز بيع المدبر. إذا احتاج سيده فإنه يجوز له أن يبيعه لأنه ما زال رقيقا، ما زال رقيقا. نعم. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه. يعني يبقى مبعضا. نعم. باب المكاتب. المكاتب الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، تسمى بالنجوم، نجوم الكتابة، هذا هو المكاتب. يشتري العبد نفسه من سيده بمال، فإذا دفع المال عتق، إذا دفع المال عتق، وما دام أنه لم يدفع فهو رقيق، يجوز لسيده أن يبيعه، فإذا دفع آخر ما عليه فإنه يعتق ولا سبيل لسيده عليه. والله جل وعلا يقول فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأعطوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. باب المكاتب. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله
فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. متفق عليه. أي نعم، يريدون أن يبيعوا جاريتهم على عائشة ويشترطون الولاء لهم إذا اعتقتها عائشة، إذا اعتقتها عائشة يكون الولاء لهم. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. نعم. ثم قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. الذي في كتاب الله أن الولاء للمعتق، وهؤلاء يريدون أن يكون الولاء لهم وهم لم يعتقوها، باعوها، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الذي في كتاب الله أن الولاء للمعتق وليس للبائع. نعم. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة. اي نعم. شرط الله أحق وأوثق. متفق عليه. وفي رواية قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. الحديث متفق عليه. إيه، كاتبت يعني اشترت نفسها منهم 10 أواق من الذهب. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق. رواه 5 إلا النسائي. وفي لفظ: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه أبو داود. نعم. فما دام لم يؤدي دين الكتابة فإنه لا يزال رقيقا، ولسيده أن يتراجع عن الكتابة لأنه ما زال مملوكا حتى يؤدي دين الكتابة ولا يبقى منه شيء، فإذا أدى دين الكتابة عتق. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب. على الندب. الندب يعني ليس واجبا، ما دام إنها تملكه فلا تحتجب منه ويكون محرما لها ما دامت تملكه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد. رواه 5 إلا ابن ماجه. اي نعم، هذا إذا قتل فإنه يدفع من ديته قدر ما عتق منه، ويبقى البقية، يبقى البقية على الرق وعلى. اي نعم. وعن علي رضي الله عنه: إذا قتل المكاتب عمدا عدوانا أو خطأ فإنه يدفع من ديته بقدر ما عتق منه، وما لم يعتق منه فإنه يبقى رقيقا يقوم بقيمته. نعم، لأنه مال. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد. رواه 5 إلا ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما أدى. رواه أحمد. يودى يعني تدفع ديته بقدر ما أدى، قدر ما فيه من الحرية، والباقي يقوم قيمة العبد. نعم. وعن موسى ابن أنس
النسيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة. سيرين ابن محمد بن سيرين، ابن محمد بن سيرين، نعم. وعن موسى بن أنس النسيرين سأل أنس بن مالك رضي الله عنه المكاتبة، وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر فقال كاتبه، فأبى، فضربه عمر بالدرة، وتلا عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أخرجه البخاري. نعم، إذا طلب العبد من سيده أن يشتري نفسه منه فهذا هو المكاتب، هذا هو المكاتب، فلا يجوز للسيد أن يمتنع، لأن عمر أجبر سيد سيرين على المكاتبة. نعم. وعن أبي سعيد المقبوري قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق وعن أبي سعيد المقبوري قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز ب700 درهم، ثم قدمت فكاتبتني على 40,000 درهم، فأذهبت إليها عامة المال، ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه، فقالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة، فخرجت به إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال عمر ارفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة. قال فأرسلت فأخذته. رواه الدارقطني. نعم. باب ما جاء في أم الولد. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو من أعضائه الحديث، هل يدخل في الحديث من أعتق رقبة كافرة أي المملوك الكافر، أو هو خاص بالرقبة المسلمة؟ مسلمة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه، أو ما تفسير قوله سبحانه فلا اقتحم العقبة؟ يعني هل هذا حث من الله العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أي اعتاقها، هذه عقبة، قليل من يعتق عبده ابتغاء وجه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول يدعي بعض الناس في بعض البلاد خارج هذه البلاد، يدعي بعضهم أنه ما زالت توجد رقاب للعتق وأنها كافية في الكفارة، فهل يؤخذ بقولهم ويصدقون على هذا؟ إذا كانوا ثقات ويخبرون أن هناك بلادا فيها رق وهم ثقات، نعم فيصدقون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا أعتق عبده وكان هذا العبد مسلما، فهل يرث الكافر المسلم بالولاء؟ لا توارث بين مسلم وكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يشمل عتق الرقبة من حكم عليه بالقصاص في الأجر؟ هل يشمل عتق الرقبة الوارد الحث عليه من حكم عليه بالقصاص في الأجر فتؤدى ديته ويساعد فيها؟ من حكم عليه بالقصاص، نعم، يشتري نفسه ويساعد. إيه نعم، هذا من فعل الخير. نعم.
هل يشمل ما يسمى بعتق الرقاب؟ هل يسمى عتق رقبة؟ لا ما يسمى، ما هو بعتق رقبة، لكنه صدقة، صدقة ومساعدة للمحتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخلو بعبدها وأن يسافر بها؟ نعم، مملوكها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل على المكاتب أن يخلو؟ لا يبدين زينتهن، اقرأ إلى آية، لبعولتهن أو آبائهن، أي أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، أي أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أو ما ملكت أيمانهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل على المكاتب خدمة سيده قبل انقضاء المكاتبة؟ هو قن ما بقي عليه درهم، يلزم خدمة سيده إلى أن يؤدي دين الكتابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما المقصود بإن علمتم فيهم خيرا؟ إن علمتم فيهم خيرا أي دينا، أن فيهم دين. أما إذا كان ما أنه عاصي أو أنه يعني يحصل منه أشياء محرمة، هذا لا يكاتب، لا يعان على الشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه لا يجوز عتق العبد إذا كان مريضا؟ كيف؟ هل صحيح أنه لا يجوز عتق العبد إذا كان مريضا ولا يستطيع؟ من قال هذا؟ يعتق ولو كان مريضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كاتب العبد سيده وسدد العبد للسيد المكاتبة، هل يكون هناك ولاء للسيد؟ إيه نعم، يكون له عليه الولاء، كل أسباب العتق تكسب الولاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس عندما يسمع باختلاف العلماء في مسألة من المسائل يقول: الأمر واسع، فأخذ. لا ليس واسعا، الخلاف ما هو بدليل، فإذا كان هناك خلاف يؤخذ القول الذي عليه الدليل من الأقوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم القصر والجمع لمن سافر لأجل العمل لمدة عام حسب العقد، ولكن هناك شك في إمكانية فسخ العقد من طرف الشركة في أي وقت؟ كيف؟ ما حكم القصر والجمع لمن سافر لأجل العمل لمدة عام حسب العقد، ولكن هناك شك؟ المسافر يقصر ويجمع مطلقا لأي غرض كان، لأي غرض كان يقصر ويجمع ما دام مسافرا 80 كيلو فأكثر، لأن الرخصة عامة. نعم. هذا حفظك الله، عند عقد لمدة سنة يعمل لمدة سنة، يقول: لكن عندي شك هل أكمل سنة ولا ما أكمل؟ لا ما يخالف، المسافر مسافر يقصر ويجمع وإن كنتم مرضى أو على سفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يستعمل الطيب؟ هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يستعمل الطيب؟ قبل الإحرام ولا بأس أن يستمر الطيب عليه إذا كان تطيب قبل الإحرام، أما بعد ما يحرم لا يجوز، هذا من محظورات الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أرغب في إعفاء لحيتي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى أني لست أهلا لذلك لما يصدر مني من قبيح أعمال، وأخشى أن أسيء للإسلام بفعلي هذا،
فما التوجيه وفقكم الله؟ هذه وسوسة من الشيطان، هذه وسوسة من الشيطان. امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وارخوا اللحى، وفروا اللحى. امتثل هذا، اترك وساوس الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع الإنسان أن يعرف مدى صدقه مع الله عز وجل، وأنه قد حقق الإخلاص لله وحده؟ ما أحد يجزم، لكن يرجو الله جل وعلا ولا يجزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اعتمرت وليس في رأسي شعر لأحلقه حيث حلقته قريبا، يقول: كيف أفعل للتحلل؟ تجري عليه الموس، تجري الموس على رأسك، وإن وجد شعرا أزاله، وإن لم يجد فقد عملت ما تستطيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره في يوم 100 مرة، ورد: كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ما معنى حرزا له من الشيطان؟ المعنى ذلك أنه لا يعمل معصية؟ حرزا له من الشيطان يعني تطرد الشيطان عنه، تطرد الشيطان عنه فلا يوسوس له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أصاب الملابس المني فهل يجب أن يغسل؟ المني طاهر، المني طاهر، لكنه يغسل من باب النظافة، من باب النظافة. كانت عائشة رضي الله عنها تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم رطبا وتفركه يابسا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مات له طفل وهو لم يعق عنه، هل يكون ذلك مانعا لشفاعته يوم القيامة؟ اي نعم، يعق عنه ولو مات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يلزم البائع أن يبين جميع العيوب التي في السلعة؟ إذا كان يعلمها يبين ما يعلمه، يبين ما يعلمه في السلعة ولا يكتمه، سواء كان عيبا واحدا أو عدة عيوب لا يكتمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وردت أحاديث كثيرة عن ثواب وأجر لمن عمل عملا أنه يجزى به في الدنيا، كمن قرأ آية الكرسي فإنها تسبب له الحفظ من الشيطان، وأيضا روي: داووا مرضاكم بالصدقة، وأن الدعاء يرد القدر. هل العمل لنحصل هذا الأجر يعد عملا للدنيا فلا يجوز؟ إذا قصد هذا فقط فلا ليس له أجر، أما إذا قصد الطاعة والعبادة وبركة العبادة وما يحصل بسببها هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع الإنارة في المقابر وتكون إنارة متحركة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إنارة المقابر، وإنما يستصحبون معهم كشافا، إذا أرادوا الدفن في الليل يستصحبون معهم كشافا وقت الدفن ويذهبون به، ولا يكون في المقبرة أي إنارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول: يعني صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الثوب إذا كان على وسط الكعب وليس نازلا عنه؟ اي نعم، إلى الكعب، إلى الكعب، لباس المؤمن إلى الكعب.
نعم، ولا ينزل تحت الكعب، لا ما يجوز تحت الكعب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يشترك في ملك الأمة عدة شركاء، وهل يطؤونها بالاشتراك؟ نسأل الله العافية. لا، يجوز أن يشتركوا في ملكيتها، لكن ما يطأ أحد منهم، لا يجوز أن يطأها أحد الشركاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل المسلم مجبر على أن يشتري ويعتق أقاربه إذا وجدهم مملوكين؟ هل يجوز؟ هل المسلم مجبر على أن يشتري ويعتق أقاربه إذا وجدهم مملوكين؟ لا، ما يلزم هذا، لكن إذا اشتراهم عتقوا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من الرياء إذا أخبر الولد، هل يعد من الرياء أن يخبر الولد أباه بأعماله الصالحة كحفظه لشيء من القرآن أو قيامه من الليل؟ يبشره بهذا باب البشارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل الذي لا يريد أن يطلق امرأته أن يشترط عليها: إذا أردت أن أبقي عليك ولا أطلقك، أن تتنازلي عن المساواة في الهبة مع الزوجة الأخرى إذا وافقت، هل يصح ذلك؟ نعم، هذا حصل لسودة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطلقها صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه أن تهب ليلتها لعائشة ولا يطلقها، فقبل صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ عند الجمهور لا، وأما عند المالكية فيقولون لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم والشافعية أيضا والشافعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من اجتهد على أولاده وقام بنصحهم وإيقاظهم للصلاة وتعب في ذلك، هل تبرأ ذمته أمام الله عز وجل؟ لا بد أن يقيمهم للصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، يصبر على هذا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، يصبر على هذا وعلى أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الذكر الجماعي الذي يكون بعد الصلاة المفروضة فيتلو الإمام أذكارا ونتلوها بعده؟ هذا بدعة ولا يجوز. كل يذكر الله بعد الصلاة بمفرده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما السنة في صلاة الضحى؟ هل صحيح أنها الأفضل أن تصلى يوما وتترك يوما؟ اي نعم، ما يداوم عليها كل يوم، تكون يوما بعد يوم يغب بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الإعلان عن موت الميت داخل المسجد وبجهاز الصوت، هل يعد من النعي المنهي عنه؟ إذا كان يعلمهم بأنه سيصلى عليه في المسجد الفلاني، وأنه يشيع إلى القبر في الوقت الفلاني، لا بأس بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دخول الحائض وجلوسها في المسجد؟ لا يجوز، ما يجوز تدخل في المسجد وهي حائض ولا تلجس، لكن يجوز تمر مرور ولا تجلس وهي حائض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ماتت امرأة
وكانت معروفة بالفقر، وبعد موتها وجدوا لها أملاكا كثيرة. السؤال: هل على الورثة أن يفتشوا في أصل هذه الأموال أم لهم أن يقتسموها مباشرة ولا يسألوا؟ لا يفتشوا عنها، بل يرثونها ولا يفتشوا عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صنعة الطعام لأهل الميت هي من السنة؟ نعم، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لما استشهد رضي الله عنه، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصدقة عن الميت في يوم الجمعة هل لها مزيد فضل؟ يوم الجمعة، الصدقة عن الميت يوم الجمعة هل لها مزيد فضل؟ لا أعلم شيئا من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: دخلت المسجد والناس يصلون الفجر في الركعة الثانية، فدخلت معهم فإذا بالإمام لا يستطيع السجود على الأرض بل يجلس على كرسي. سؤاله: هذا غلط، من هو اللي حطه إمام؟ هذا ما يجوز له، هذا لا يجوز يصلى خلف من هو عاجز عن ركن من أركان الصلاة، يجب ينبع هذا ولا يصلي بهم على كرسي. نعم، ولا تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هل معنى ذلك أن الكبيرة من الكبائر تكفرها الحسنة؟ الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، إنما التكفير للصغائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم إهداء الثواب إلى الميت في الأعمال الصالحة؟ ما حكمه؟ إهداء الثواب إلى الميت في الأعمال الصالحة. ما ورد به الدليل، الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، الذي ورد به الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أمي تطلب مني مالا، وكذلك زوجتي تطلب مالا، فمن أقدم في العطاء؟ إيش؟ يقول: أمي تطلب مني مالا وزوجتي أيضا تطلب مني مالا، فمن أقدم في العطاء؟ تقدم المحتاج منهما، المحتاجة منهما تقدمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة أن تستأذن من زوجها عند الخروج من البيت؟ نعم، لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج إلى السوق أو إلى أحد من أقاربها إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تسافر مع ابنها الذي هو دون البلوغ؟ لا، ما يكون المحرم إلا بالغا، يكون بالغا عاقلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من استدل بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، على أن من لم يستطع أن يصلي الصلوات الخمس فإنه يكفيه عنها أن يصلي صلاة الجمعة فقط، فهل استدلال باطل والعياذ بالله؟ هذا استدلال باطل باطل، فلا يجوز أن يترك الصلوات إلا يوم الجمعة، ما تصح الجمعة منه إذا كان ما يصلي غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الاستخارة مستحبة إذا ترجح للشخص الأمر الذي سيفعله؟ لا، إذا أشكل عليه شيء، هل تردد بين أمرين، تردد بين أمرين، فإنه يصلي صلاة الاستخارة، أما إذا عزم على الأمر فلا حاجة إلى الاستخارة. نعم. سلام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
إذا خفي علي موضع النجاسة من الثوب فكيف أطهره؟ تغسله كله. إذا خفي موضع نجاسة في البقعة أو في الثوب أو في البدن تغسله كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقتني الإناء من الذهب دون استعمال له؟ لا، ما يجوز، لا للرجل ولا للمرأة. الإناء من الذهب لا يجوز اقتناؤه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: استعمال معجون الأسنان والفرشة هل هو كاف عن السواك ويتحقق به السنة؟ أنت برايح عند الصلاة تروح تستعمل المعجون، السواك أخف وأيسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة عن النقاب قال: لا تنتقب، هل معنى ذلك أنه يجوز لها ذلك أثناء حلها؟ النقاب